فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ ألوهية السيد المسيح في الدين الآخر أو في القرآن، قدس الآب القمص تدرس يوسف الكاهن بشبين الكوم ومدرس الدين المقارن بالكلية الأكلوريكية في شبين الكوم. تاني حاجة في السيد المسيح اللي رفع بيها الإسلام انه يقول عنه ان هو جاي الديان، هيجي ويدين العالم. الاسلام يؤمن بان المسيح له مجيئان، او كان ليه في العالم مجيئان. المجيء الاول كان قبل الاسلام ب 570 سنة، لان محمد اتولد سنة 570 ميلادية. والمجيء الثاني في نهاية الاسلام، عندما هيجي المسيح ويبقى حكما مقسطا. يقول عن ابي هريرة في حديث عن الرسول: ينزل ابن مريم اماما عادلا وحكما مقسطا. يقول عن ابي هريرة في حديث عن الرسول: ينزل ابن مريم اماما عادلا وحكما مقسطا. من هنا نلاحظ ان القرآن افرد السيد المسيح بالخلقة، وان هو الديان، مجيء المسيح في المجيء الثاني للأسف، بدل عشان في حديثين والحديثين مسندين، واحد للبخاري والآخر للجلالي. الحديثين بيقولوا: يا أيها الذين آمنوا لا تأتي الساعة حتى يقف مؤذنا بينكم أن عيسى ابن مريم حكما مقسطا. في الحديث الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تأتي الساعة حتى يقف عيسى ابن مريم ديانا للعالمين. في الحديث الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تأتي الساعة حتى يقف عيسى ابن مريم ديانا للعالمين. دول حديثين مسندين، والثالث ضعيف، فبياخدوا بالاثنين. فهنا عشان يحقروا المسيح كديان راح أضافوا له حاجة صعبة قوي المفسرين، وطبعا ده يبطل رأي المفسرين. قال انه هيجي ويتجوز ويخلف ولد اسمه أحمد، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، وينادي بالإسلام. طبعا الحديث أقوى من التفسير، لأن التفسير إضافة والإسلام يرفض الإضافة.
القصد من هذه المحاضرة أن نوضح أن من يريد أن يترك المسيح من أجل الإسلام أن يعرف أن تعاليم الإسلام هي التي تتكلم عن ألوهيته التي يحاربوننا بها، لأن أكثر مادة يقدمها الإسلام لضعاف النفوس هو هل الله يأكل، هل الله ينام، هل الله يولد، وهكذا. أنا أقدم كل الشكر والتقدير لقدس الآب القمص تدرس يوسف وكيل الكلية الإكليريكية لشبين الكوم. فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟